من عمان أحمد عزام المحلل الأول لأسواق المال في أكويتي. أهلا بك أحمد. دعنا نتحدث عن تقرير جي بي مورغان الذي يقول بأنه لا يرى مجالا للانتعاش في الأسواق الأمريكية، ولكن يفضل التعامل مع الأسهم الدفاعية. يرى توقعات في ارتفاع في قطاعات الرعاية الصحية والمرافق، المواد الغذائية، ويفضل الطاقة والتأمين. ما رأيك بتقرير جي بي مورغان، وهل ترى بأن هذه هي القطاعات الأبرز ستكون في المرحلة المقبلة؟ مساء الخير مايا، شكرا للاستضافة. نعم، أتفق تماما مع تقرير جي بي مورغان. عندما ننظر إلى الأوضاع، عندما يكون هناك تقلبات شديدة في الاقتصاد، تقلبات في المشاعر للمستثمرين، بكل تأكيد تكون الأسهم الدفاعية هي أسهم واردة الاستثمار فيها، خاصة لأن هي الأسهم الأفضل في وقت الأزمات. ليس فقط في وقت الأزمات، لا، بل أيضا في وقت تقلبات المشاعر. لاحظنا في الفترة الماضية تقلب مشاعر المستثمرين جراء انقسام على الانقسام، أقصد هنا انقسام أعضاء الفيدرال الأمريكي، ثم انقسام الأسواق نحو هل سوف يتجه الفيدرال الأمريكي لإنهاء دورة تجديد السياسة النقدية، أم سوف يتجه حتى لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أعطى الأسواق، أعطى الأسهم الاندفاع إيجابا في التداولات مؤخرا. بكل تأكيد عوائد السندات كانت هي إحدى الفيصل والحاسم أيضا في الفترة الماضية والفترة القادمة بالنسبة لتداولات الأسواق. نلاحظ مايا في الفترة الماضية حتى عوائد السندات تقلباتها مرتفعة جدا عما كانت عليه سابقا. صحيح. تعطي بكل تأكيد إن النظر أنه لما يكون في عندي عوائد سندات تقلبات فيها تعطي إمكانية التقلبات السعرية على باقي أدوات التداول. فأتفق تماما مع تقرير جي بي مورغان أن الأسهم الدفاعية قد تكون هي الأفضل في وقت الانقسام الذي ظهر في الفترة الماضية، خاصة بعد تقرير، حتى تقرير الوظائف الأخير والذي يعتبره البعض سلبي، لكن حقيقة 150 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون اقتصاديا جيدة جدا. نعم، بكل تأكيد عندما ننظر في الفترة الماضية بالنسبة للبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية هي تعطي الانقسام ليس فقط في البيانات الاقتصادية، لا أيضا في نبرة الأعضاء الفيدرال الأمريكي والذي نسمعها تكرارا في الأسبوع الحالي، بداية مع كشك الذي أيضا أعطى نظرته الصقورية كما صحيح. هي معتادة في الفترة الماضية. هو يعني أنا كنت بدي أحكيك عن هذا الموضوع أحمد. يعني نيل كشكاري قبل 10 دقائق كان على قناة بلومبرغ يتحدث بأننا يجب أن نعيد التضخم إلى نسبة 2%. الاقتصاد هو الذي سيقودنا لنأخذ القرارات حول الفائدة، وقال بأننا سنبقي أعيننا على التضخم وعلى أرقام الوظائف وهي التي ستقودنا في المرحلة المقبلة. يقول بأنني لا أرى أي أدلة بأن الاقتصاد يضعف بالنسبة للولايات المتحدة، ولا حديث ضمن لجنة السياسة النقدية حول خفض أسعار الفائدة. يعني أثبت بأن هذا الموضوع سيكون متأخرا نوعا ما. يعني يجب أن نعلق على هذا الكلام، ولكنك قلت يعني أنه كشكاري من الأساس يعرف بأنه من الصقور. هذه اللهجة هل ما زالت لهجة صقورية؟ نعم، بكل تأكيد هو كشكاري متعارف عليها النبرة الصقورية، النبرة التشددية. الأوضاع الاقتصادية المتواجدة حاليا على ما أعتقد تميل إلى صقورية، يمكن أنا صقوري زي كشكاري، لكن الأوضاع الاقتصادية الحالية، النمو الاقتصادي ما يعني 4.9% بعد كل عمليات التجديد، الإنفاق الاستهلاكي لا يزال نوعا ما لم يلامس حتى أسعار الفوائد المرتفعة. فالأرقام الاقتصادية الموجودة وحتى الأجور عند 4% تقريبا على أساس سنوي لا يزال مرتفع عندما نقارن بالتضخم. سعر الفائدة الحقيقي ما هو على ما أعتقد هو الأساس في الفترة الماضية والفترة القادمة حتى لإمكانية التعرف على توجهات الفيدرال الأمريكي القادمة. أقصد هنا بسعر الفائدة الحقيقي هو سعر الفائدة ناقص أرقام التضخم. يعني عم نطلع عندنا تقريبا 1.6% إلى 1.7%، 2% أو أعلى هي مضرة بالاقتصاد، لكن نحن لحتى الآن عند سعر الفائدة الحقيقي هي أقل. فلذلك لما لا أن نسمع نبرة صقورية بغض النظر عن كشكاري وتوجهاته، لما لا نسمع نبرة صقورية؟ أتفق تماما أنه المعطيات الحالية لأرقام التضخم لا تزال لم تبوح بالكثير. الموجة القادمة للتضخم قد تكون واردة مايا. حتى جيرام باول على ما أعتقد لم يخفي بنبرته أنه المسافة طويلة جدا للوصول 2%، مع أنه نحن عند 3.7% هبوطا من 9.1%. ف3.7% إلى 2% على ما أعتقد صحيح. لا تزال بعيدة، دبل التارجت. فلذلك المعطيات المتواجدة حاليا على ما أعتقد تحتاج ليس فقط نبرة تشددية، البقاء على أسعار فائدة طويلة جدا، ولما لا أن يكون عند الفيدرال الأمريكي على طاولة رفع سعر فائدة حقيقي عند 25 أساس.
بس ولكن عند هذه الأرقام وهذه البيانات الاقتصادية أحمد، ألا يعني الأسواق، مش أنا، الأسواق عم بتسعر أنه خفض الفائدة سيكون أقرب من المتوقع؟ يعني كان الحديث قبل حوالي أسبوع أو أسبوعين أنه خفض الفائدة لن يكون قبل الربع الثالث من عام 2024، ولكن تفاعل الأسواق في هذه المرحلة يشير إلى أنه يمكن يكون قبل. ما هي ممكن الأسواق أيضا تفائلت بشدة على خفض الفائدة. زيادة عن زوم. لو عملنا فلاش باك 100%، لو رجعنا الأسواق في الفترة الماضية كانت تتوقع بدء تخفيض أسعار الفائدة بنهاية 2023، تم دفشها ل 2024 ونص 2024. حتى الركود، اتجهنا من ركود لميد ريسيشن، ركود متوسط لا ركود. دائما الأسواق تتوقع، لكن الحقيقة قد تكون مختلفة. أقتبس من جيروم باول فقط الدوت بلوت، تصويت أعضاء الفيدرال الأمريكي، ذكر بأنه مجرد توجهات للأعضاء، توقعاتهم قد تختلف من ربع سنة لربع سنة، وهذا ما رح نشاهده بتصويت شهر 12. رح نلاقي اختلاف كبير بين تصويتهم بشهر 9 لشهر 12. لذلك قد يكون التشدد لفترة زمنية أطول ما هو الحل في الأسواق، وهذا ممكن يندفع على الأسهم بأداء سلبي. المشاعر دفعت المستثمرين لشراءات الأسهم، لكن الأسعار الحالية على ما أعتقد ليست أسعار استثمارية لو نظرنا فيها على المدى الطويل. مايا، شكرا. يعني بدي اسال، ما بقى معي وقت يعني اسالك اين يكمن الاستثمار الانسب، ولكن سنتوجه نتحدث عن نوع اخر من الاصول. احمد عزام من عمان، محلل اول لاسواق المال في اكويتي، شكرا جزيلا لك.